السلام عليكم. لحظة لحظة نيجي لحظة. السلام عليكم مرة أخرى. هاني رجعت. اسمع يا قلب تونس، يا نبيل القروي وغازي القروي وجماعة بنزرت، ركز معايا مليح، راهو قولا وفعلا، قولا وفعلا، هذه تونس راهي مش مكتوبك ولا أحلامك ولا، ركز معايا مليح مليح مليح، قولا وفعلا، واضح؟ هاي السلام عليكم ورحمة الله، ركز معايا مليح. السلام عليكم جماعة قلب تونس واللي يحبوا قلب تونس ونبيل القروي نسمة واللي عاون البيجي قايد السبسي والصهيونية والفلوس يموت على الفلوس وخو غازي، أنا اسمي غازي زاد، مش الغازيات الكل هما كيف كيف انتوما، أنا حسبتكم 31 كعبة مؤنث ومذكر من قدامكم واحدة وين سمينة، شوف تاكل برشا ذيك، اثنين هذيك ظهر فيها لفعة، ثلاثة مسمامة، أربعة مداهنة، خمسة منافقة، واللي وراكم الكل شنية توا الحكاية، شنية الحكاية، ما نصدقوش على مجلس نواب على قانون المالية 2020 21، شنو هذيك السيد انت واقف قدام السيد، انت وجهك وجه السيد يطحان يا طحان، ها انتم تحبوا الرشاش ولا شنو تحبوا، ها راكم ميتين ميتين، راهو مقتولين ولا مرضى ولا بالكورونا، راكم ميتين، شو اسمك انت، نعرفك ديما تجي مره تعاركت مع سيف مخلوف، وانت يا شو اسمك، وانت يا وانت وانت، والله ما نهبطوا الفيديو هذا يا جماعه قلب تونس، ما جبتكم حتى مره انا، ها ما جبتكم حتى مره، فهمتني خليل، انت غايدك ولدك كبتك اللي مات تو تخلط عليه، شنو ولدك هو الخريطة متاع تونس وهو الحضارة متاع تونس، ولدك ولدك مات، الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا لولاده باش ما يموتوا لكش انت ولادك، يا نبيل القروي يا اللي حطيت يدك في يد الماسونية السارق وتاريخك الأسود، وانتوما فيقوا على رواحكم انتوما، يا اللي تعودوا في الكلام متاع الاخرين يا بابا غيوات، يا مكرشين يا مقعوتين يا سخان برشا، سخان في الفرش بالطرق الكل، لا هاك السيد هذاك هو السيد، السيد هذاك هو التونسي، تحيا تونس ومشروع تونس هي قيس سعيد والديمقراطية والتعددية والتطور والانجاز والعمل والفلوس والثقافة والأجيال القادمة، مش انتوما يا قلب تونس، قلب تونس، قلب دجاجة انتوما، قلب فار، يا فار يا فار يا اللي موشم صيد في ظهرك، ما في محسوب، ما في باليكش، ما في باليش، هاي السلام عليكم ورحمة الله، طولت برشا، خماج هذوما.
تونس عبارة جسد، والبوليسية والميليتير هذوك الكرايات البيضاء، والصحة اللي يقولوا الجهاز الطبي والشبه الطبي، أعوان الصحة والدومانات الكل تاع التنظيف. شوف بيت العنكبوت هاويني في الوسط، باين منه هكا كيف مانيش نشوف فيه هكا وقيل هاويني في الوسط، كي نمس شوية فيبري تولي تحرك. شوف خاص تخرجك المخالب نتاعها، شوف حتى كي نمس وما يتنقبش، لا في مادة لزيز بالمغزل، عندها مغزل سبحان ربي، حكاية المغزل 60,000 مغزل ولا شنو. صورة كاملة اسمها صورة العنكبوت هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's you, it's always you. If I'm never gonna fall in love, it's always you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how to start, trust me, I've been broken. To fall in love, but if it's you, then I'm
خمسة، القواعد الخمسة متاع الدين الإسلامي والضرورات الخمس، الضرورات الخمسة حافظين أنتم، حافظين القواعد الخمس: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيل. أي والضرورات الخمسة شنية؟ هي الضرورات هو حفظ، حفظ تحفظ، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ الأرض، حفظ المال، حفظ الوطن، والوطن قبل المال، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ الأرض، حفظ الوطن، حفظ المال، تستحفظ عليهم يعني من السراق والخماش. اليوم 19 نوفمبر 2020، زمن الكورونا، اول نوفمبر في زمن الكورونا. ولحظة خنشوف قديش في التقويم الهجري. اليوم الخميس 3 ربيع الثاني 1442 هجري. الحاصل اليوم تقابل الرئيس متاعنا قيس سعيد، انتخبوا الشعب، انتخبناه الناس كل العقل الجماعي، تقابل مع راشد الغنوشي، وتقابل مع هشام المشيشي رئيس الحكومة، والدولة موجودة، ولو اللي القضاء فيه كونسير ولا فيه بروبليم، قاضي التعقيب وقاضي المحكمة الابتدائية وذاك الغناء المفرط والآخر يخرج له في دوسي، وكل شيء خارج حصيله في الإعلام. المهم راهو تونس هي الشعب، وهي الرفاهية متاع الشعب، وهي المستقبل متاع الشعب، وهي نوعية الحياة متاع الشعب. فهمتني؟ واضح يا قلب تونس. هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومشروع تونس هو النقل النوعية، وتحيا تونس. هاي السلام عليكم ورحمة الله، طلعتولنا قرون. السلام عليكم.